في إطار المراجعة الدائمة من قبل السلطات الصحية، نعم هناك خطة حكومية بشأن العودة التدريجية للوافدين. احنا تكلمنا ان جميع الأجهزة الحكومية التي لها بعض الطلبات الخاصة في عودة من بعض الدول تقدم الى اللجنة العليا، لجنة كورونا، وبشأن الدول الأخرى ما زلنا كذلك نتابع مع وزارة الصحة وتوجيهها بهذا الشأن بشأن العودة الدول والسماح من الدول وما هي الاشتراطات الصحية المطلوبة في العودة من خلال تعليمات وزارة الصحة.